أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. رفيدة الرفيع جرت الأرض رجا وبست الجبال بسا وقعت هباء وبسا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة مع أصحاب المشمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقبلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وغرور كما أمسل الغرور محمود بدل مما كان يعملون لا يسمعون فيها لولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود ومي مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة فرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترك اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من غير الآخرين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الانفرادين وكانوا يأكلون إذا منا كنا ترابا وإذا منا وكانوا يأكلون إذا منا كنا ترابا وكانوا يأكلون إذا منا كنا ترابا إنا لمبعوثون أباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر جاكم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون أكلهم هذا نزولهم يوم الدين نحن أهلكناكم فلولا تشركون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون نحن أهلكون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مشركين ألا أن نبدل أمثالكم أنشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن المزارعون لو نشاء لجعلناه لو نشاء لجعلناه تاما فجلتم تفكهون إنا لمكرهون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم مني أم نحن المنذرون لو نشاء لجعلناه زادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شرارتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة وذكرا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لمطلق عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنا مؤمن وتسألون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرجوا ريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقصرين الظالمين فانو ظلم منهم وتسليه الزاهيم ان هذا لفي الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
صدق الله العظيم.